انا بشكرك وبحييك على يعني اللي انت قدمته لنا طول حياتك الكرويه، واللي ان شاء الله تكمل تقدمه ان لنا. شاء الله. يعني كابتن ناجي جدو، صحيح انت يعني كنت تميمه الحظ في 2010، ونتمنى انه الفرقه الجديده يطلع فيها تمائم حظ اخرى جديده. لكن تقول ايه عن البطوله وعن حلم افريقيا؟ البطولة الحمد لله، يعني يمكن أنا محظوظ جدا إن أنا قدرت إن أنا أسيب بسمة كويسة الجمهور يفتكرني بيها. أكيد طبعا لما أنت ترسمي بسمة على الوجوه الشعب المصري دي أهم حاجة بالنسبة لي، كان شرف لأي لعيب أو فخر لأي لعيب إن هو يلعب في المنتخب وإن هو كمان يحقق بطولة مع المنتخب، طبعا مع زملائي يعني مش أنا لوحدي. فدي بالنسبة لي كانت حاجة أفتخر بيها، يعني إن أنا قدرت إن أنا أرسم بسمة على الجمهور المصري كله وعلى أهلي وبلدي مصر يعني. وبالتوفيق إن شاء الله للبطولة، للجيل الحالي في البطولة ديت إن شاء الله، ويقدروا بإذن الله يرجعوا البطولة.